خليني أسألك سؤال من خبرتك اللي بتمتد لحوالي 19 سنة. أنا كمستهلك علي حاجة أقدر أكتشف اللبن؟ أقدر أعرف اللبن ده سليم ولا لأ؟ أنا بشرب ولادي إيه؟ طبعاً. إزاي؟ أنا أما دخلنا في السوق إحنا شفنا كل أنواع الألبان الموجودة وقارنا باللبن بتاعنا وكل الألوان المنتجات اللي موجودة. طيب أنا كمستهلك أما أجيب علبة لبن أبورلاند وأي علبة من أي منتج تاني، طب أنا أعرف اللبن ده عبارة عن إيه؟ اللبن أول حاجة خالص أعرفه من الريحة بتاعت اللبن. اللبن ده لبن معقم 100% هتلاقي ما فيهوش له أي ريحة. تمام. ريحة اللبن الطبيعي بتاعه. طيب لو أنا شفت اللبن، لو أنا جبت لبن يعني أي ريحة تخالف رائحة اللبن المعتادة؟ غير موجودة. تمام. طيب أنا خدت اللبن شفته، طيب أعرفه من طعمه بقى من قوامه. أنا اختبار بسيط قوي في البيت، لو أنت جبت عينة لبن وحطيتها في كوباية أزاز، حطيت نصه وعملت تدويبة بسيطة كده، هتلاحظ اللبن الطبيعي الفريش لبن عبور لان، هتلاحظ قوامه على جدار الكوب اللي انت شفته ده. وقارن بين اي نوع تاني،